عن ابو بكر ما تخاف من الله؟ ما تخاف ان تدخل جهنم؟ ما تخاف ان تعذب في قبرك بسبب خطئك لابويك؟ يا اخوانا من عظيم شان الام المسلمه، من عظيم شان الام المسلمه اذا ماتت وهي تلد تكون شهيده الأم المسلمة، إذا ماتت وهي تلد تكون شهيدة. تعرف يعني شهيدة؟ يعني لا تعسر لا في قبرها ولا في مواقف القيامة ولا تدخل جهنم، بل تدخل الجنة بلا عفاء. الأم المسلمة التي ماتت وهي تلد أو ماتت بسبب آلام الولادة هي شهيدة عند الله. جاي انت عم تتكبر عليها وتنتفخ، اتقي الله فيها، اتقي الله في ابيك. الرسول قال رضا الله في رضا الوالد، يعني رضا الوالد يوصل الى رضا الله. الوالد اوسط ابواب الجنه، الوالد اوسط ابواب الجنه، سلام فإن دعا هذا الأب على ابنه يستجاب له فيه، يستجاب له فيه. فاحذروا من دعوة آبائكم عليكم، احذروا من